السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. نبدأ الفيديو سريعا كده بأخبار النادي الأهلي. الأهلي طبعا ختم تدريباته امبارح، وكولر حافظ اللعيبة الخطة اللي هيلعبوا بيها النهاردة إن شاء الله الساعة 10 قدام سيمبا التنزاني. هو التغيير الوحيد قفشة في نص الملعب بدال السولية عشان تبقى الخطة هجومية شوية عن ما كنا بنلعب في تنزانيا، والتشكيل هو نفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات. كل التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله بعد الماتش هنقعد نعمل لايف مع بعض ونبارك للنادي الأهلي كلنا بإذن الله. نروح بقى للهيصة اللي حصل على السوشيال ميديا. الزمالك والمستشار تركي آل الشيخ. الزمالك بيقول لك احنا مش رايحين السعودية. الزمالك بيقول لك احنا بنرفض ان احنا نلعب في السعودية. الاستاذ عمرو الجنايني طالع يقول لك ايه، برافو يا حسين يا لبيب، احنا عنينا ما بنتكسرش لحد، احنا ما بنتزلش لحد، احنا ما بناخدش من حد. هو والاستاذ عمرو ادهم وكل اللي على شاكلة هذا عمال يلك في هذا الكلام، احنا رافضين. وهقول لكم في اخر الفيديو هما بيقولوا احنا رافضين ليه، مع ان هما مش رافضين. هما في اخر الفيديو انا هقول لك هما رافضين ليه. تمام. الناس اللي كانت عايشه سنين طويله بفلوس ترك آل الشيخ دلوقتي رافضين او بيعملوا رافضين من البطولة ان هم يعملوا رافضين، وبرضه هقول لكم في اخر الفيديو ليه. تمام. نسمع حديث 13 ثانية بس كده للاستاذ حسين لبيب مع عمرو اديب، وهو بيسأله انتوا عايشين على فلوس تركي آل الشيخ في الزمالك ولا بتصرفوا منين؟ اسمعوا معايا الفيديو ده. كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ؟ يعني فترة ما كانوا عايشين بهذه الأموال؟ طبعا. وبعدين هو كان دافع مثلا جراس سمعتوا يا جماعة؟ ده الأستاذ حسين لبيب مع الأستاذ عمرو أديب بيقول له احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ. قال له الفترة من الفترات كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ، وهو اللي جايب كروس، وهو اللي جايب ساسي، وهو اللي جايب بن شرقي، وهو اللي جايب اللعيبه دي كلها. نرجع بقى للموضوع بتاع الزمالك رافض انه يروح السعودية. اولا الزمالك مش رافض، الزمالك موافق 100%، وابدى موافقته قبل النادي الاهلي، واتعرض عليه الفلوس اللي هياخدها ووافق. اتعرض عليه 1,000,000 دولار في الماتشين، يعني كل ماتش 500,000 دولار. طبعا خلاف التذاكر، خلاف الانتقالات، خلاف الفندق، خلاف الإقامة شاملة كلها. هو هياخد في ايده كده مصفي في الماتشين 1,000,000 دولار، والاستاذ حسين لبيب وافق. طالع بقى الاستاذ عمرو ادهم والاستاذ عمرو الجنايني يقولوا لك برافو يا حسين، احنا ما بنتزلش لحد، احنا ما بناخدش من حد، احنا ما بنعملش من حد، والكلام ده كله هيج تركي آل الشيخ عليهم، وممكن في لحظه يقول لهم طب هاتوا الفلوس اللي عليكم، زي حماده هلال كده. ممكن في لحظه يقول لهم هاتوا الفلوس اللي عليكم. هيقدروا؟ فاكرين لما تركي آل الشيخ قال للاهلي انا عايز الفلوس اللي اتبرعت بيها؟ قال له فلوسك اهي. لما اتحرك ساعتها قال لك انا متبرع بيها لتحيا مصر. ساعتها جت لجنه من صندوق تحيا مصر واستلمت الفلوس وخدتها، ومحدش كسر عين الاهلي. اما هتقول لي الزمالك، الزمالك ما تتكسرش عينه، والاشخاص اللي في الزمالك اتكسرت عينيهم ومكسوره عينيهم، وهثبت لك. اسمع تركي آل الشيخ كان جاي مع عمرو اديب مع الكابتن احمد شوبير في حلقه جامده جدا. تمام. طلع الاستاذ عمرو ادهم قال لك ان احمد شوبير ده شخص بيعمل فتنه في الساحه الرياضيه، بيعمل فتنه عشان جاب تركي آل الشيخ، وتركي آل الشيخ قال الحقيقه مع احمد شوبير. اسمعوا الفيديو ده واحنا مع بعض كده. نعم. قلت له تمام يا هاني. نعم.
قفلت منه قلت له يا حماد احنا في مصيبه دلوقتي اطلب لي سيف الوزير. كلمت سيف قلت له كده 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 كده، قال لي لسه مكلمنا هاني كمان وقال لنا كنصيحه ما تعلنوش لغايه ما عشان ما تجيش عقوبه من فيفا. تمام سيف، ممكن ايش الاجراء اللي حتسوونه؟ قال الاجراء اللي حنسويه انتوا المبلغ مشكورا في جزء كبير منه حيتخصص لكل الانديه. نعم. فده حتكون حركه طيبه لكل الانديه. جميل. فلو ممكن الفيفا يعني كل انديه مصر هتاخد فلوس 18 فريق. نعم. وموافقه الفريقين والاتحاد والرابطه وانت برضه بطريقتك يا ابو ناصر تتكلم معاهم. نعم. ممكن يوافق لان الماده مش منع بالاستئذان. نعم. تمام. وبظروف معينه. نعم. لا قدر الله حدث سياسي. نعم. حدث اقتصادي فهمي حرب. نعم. في شروط. نعم. تمام. قلت له تمام توكل على الله وجهز انت شغلك وانا هشتغل من جهتي. تمام. كلمت مدير الاداره القانونيه في الفيفا وده صديق قديم وانت تعرفه كويس. شفته عندي في البيت كذا مره. نعم. كذا قلت الاطار. نعم. قلت له قال لي انسى. انسى. ولو بعثوا لنا قالوا لنا لو بعثوا لنا الايميل هنرفض لان مصر ما تنطبق عليها اي شيء اي حاله من الحالات اللي انت ذكرتها. نعم. تمام. نعم. قلت له طيب يا اخي حنجيب لك موافقه 18 فريق. قال احتماليه الموافقه في راي اللجنه يعني لازم ندرسها. بس ابى اقول لك دلوقتي ما تتعداش 10%. تمام. نعم. قلت له تمام شكرا قفلت. فرحت قلت لسيف قال خلينا احنا نحاول وانت حاول وشوف. فما اعلنتش. نعم. الناس سرب. يعني يا جماعة تركي آل الشيخ كان مستني موافقة الفيفا. قال لك هنجيب موافقة ال 18 فريق بتوع الدوري المصري ومنهم الفريقين اللي هو الاهلي والزمالك واتحاد الكورة. ها ونقدمهم للفيفا نقول له كل الاطراف موافقة. الموضوع ده بيحصل لقدر لما يكون الدولة اللي هيتنقل منها الماتش فيها زلزال فيها حروب فيها احكام سياسية كل ده ما ينطبقش على مصر الحمد لله. فالناس كانوا بيحاولوا يعملوا اي حاجة ان الفيفا توافق ان احنا ننقل الماتش للسعودية وال 18 فريق هياخدوا فلوس. تمام. فالراجل عمل ده كله وقال لك محدش يعلن ومحدش يعمل. طب هم هيروحوا ياخدوا موافقة الفيفا من غير ما الزمالك يكون ابدا موافقته. ده اللي انا حبيت اقف عنده. ها ونكمل الفيديو مع بعض. وقالت وكل حاجة. طيب حبيبي يا كابتن احمد تفضل يا فندم. هل ساقوم بالخطوة هذه لولا موافقة الناديين؟ مستحيل. وعلى فكرة الزمالك موافق قبل الاهلي. الزمالك موافق قبل الاهلي. قبل الاهلي ده في اجتماع قبل الاهلي. ده في اجتماع مع حضرتك ولا ابلغوك هنا ان الزمالك لا 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 لا, لا. دي معلومات. نعم. من الناس اللي يتفاوضوا معاي. تمام. فهم جايين يتفاوضون حين نعلن الساعة 6 على مين؟ نعم. اتفقوا على المبالغ. نعم. وانا مستعد اقول لك على المبالغ. لازم تقول لي بقى على المبالغ. يا ريت تقول لي على المبالغ. هقول لك مبلغ الزمالك لاني مش عاوز يعني اقول. نعم. مبلغ الاهلي لان مبلغ. نعم. الاهلي له ظروفه مختلفة. نعم. لانه مبلغ الزمالك كانوا موافقين على مليون دولار 500 الف دولار كل ماتش. نعم. تمام. وتوفير 45 غرفة. نعم. وتوفير سكن وتوفير طيران وتوفير يعني المتطلبات. نعم. تمام. نعم. ولا في اي كلام اللي سمعته لا تكلموا في حكام ولا تكلموا في اي حاجه اساسا من البدايه قايلين لنا الاتحاد المصري والرابطه. نعم. انه حكام مصريين. تمام. من البدايه. نعم. قلنا لهم موضوع ليكم يعني موضوع ولو عزتوا اجانب احنا مستعدين نتكفل. نعم. يمكن الاجانب. الناس مش معارضه في حاجه. تمام. خلصنا. انا شفت الموضوع ملخبط خلاص. نعم. فاضل 10 ايام. نعم. فقلت يا جماعه الموضوع مستحيل يمشي. هم بعثوا استفسار للفيفا. مين اللي بعته؟ عديها عندكم اتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري مش نادي الزمالك قصدي. لا 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 لا. تمام. انا أوكي. انا لما اتكلم حد بعث يا رابطه يا اتحاد. تمام يا فندم. تمام اوكي. لا يعني تمام. لغايه دلوقتي ترى ما ردش عليهم الفيفا حتى هذه اللحظه. عشان كده هم لغايه دلوقتي ما اعلنوش حسما
ان الموضوع منتهي، بس بالنسبة لنا احنا أيوة. بلغناهم واتفقنا معاهم من يومين ان الموضوع منتهي. نعم. يا هل الطريقة الصح انه في حد يطلع ويدعي البطولة اننا رفضنا؟ لا اعتقد ده بيبقى كلام جنبه الصواب، يعني بالحاجات وبالادله. هقول لك انا رئيس، هم رفضوا ليه دلوقتي؟ صح بالتفاصيل عيب. يعني اللي نعم. حصل عيب. انت حضرتك بتزعل؟ نعم. نرفض اللعب. لا انت ما رفضتش، انت موافق. نعم. انت لو الفيفا كان مشي الامور كنت اول واحد في الطياره يوم 15. طيب يا حضرتك بتؤكد ان موافقه الزمالك كانت موجوده وموافقه الاهلي دي كانت؟ لا انا ازيد الديتيل. ايوه ازيد الديتيل. ايوه وانت تساعدني فيه. اتفضل. انت عارف الاستوديو بتاعك مين هيكون معاك فيه في وقت الماتش؟ نعم. ومين الاستوديو بتاعنا في ام بي سي مين هيكون في وقت الماتش؟ واتفقنا ان الاستوديوهات تبقى مفصوله. ثاني الطلب الثاني، انا من زمان ما زرتش مصر. ايوه فعاوز اسالك سؤال. اتفضل. هل اللوحه اللي بالصوره بتاعتي لسه موجوده في الزمالك؟ انا الحقيقه ما بدخلش نادي الزمالك، فما اقدرش يعني ما اقدرش ادي لك خبر يقين. اسالني بالله، لو كانت لسه موجوده. أيوة. يا ريت تتشال. يا ريت تتشال. حضرتك انت مستشار تركي آل الشيخ، وانت عارف الناس بتحبك وناس بتحترمك، ويعني حتى مهما حصل من اختلاف وجهات النظر. مع كامل احترامي يا كابتن احمد، اتفضل يعاقبوا الشخص اللي صرح. يعاقبوا الشخص اللي صرح. اللي صرح مين؟ المتحدث الرسمي بتاعهم احمد سامي ده ولا احمد سالم؟ تمام. وهم دلوقتي مطلعين تسريبات باقالته ارضاء لتركي آل الشيخ، لان تركي آل الشيخ ها الخطوه الجايه هيقول لهم هاتوا الفلوس. بيقول لهم انا اللوحه بتاعتي يعني صورتي لسه موجوده على المقر اللي باسمي في النادي الزمالك. فشوبير قال له ما اعرفش، قال له يا ريت تشوفها، لو موجوده قول لهم شيلوها. يعني خلاص احنا قطعنا اللي بيننا كده. المره الجايه اي حد هيطلع من عندهم يقول كلمه تاني هيقول لهم ابعتوا الفلوس اللي عليكم اللي انا حولتها باسم مرتضى منصور، ومرتضى منصور دخلها في حسابه، ودلوقتي مرتضى منصور بيقول لك انا عايز ال 200 مليون، وهو تركي آل الشيخ هيبعت ياخدهم اهو، هيقول لك انا عايز الفلوس اللي عندكم. تمام. عرفتوا مين اللي مكسور عينه؟ عرفت يا عم عمرو ادهم مين اللي مكسور عينه؟ عرفت يا عم جنايني مين اللي مكسور عينه؟ وبلسان حسين لبيب مع عمرو اديب. اقول لكم انا بقى الرفض ليه. كلكم من اسبوع او من اربع ايام كده، من اول ما اعلنوا ان المطوشه هتروح السعوديه، مع ان كلكم سمعتوا الفيديو ان قالوا مفيش اعلان لاي حاجه الا لما الفيفا توافق، لان في شروط مش منطبقه عليكم ان المطوشه الدوري تتنقل بره. تمام. يعني لحد دلوقتي مفيش اعلان رسمي. قال لك الفيفا قالت لنا خلاص مش هينفع مستحيل من يومين، واحنا بلغنا الاتحاد المصري. يوم الاتحاد المصري عشان الموضوع فيه سبوبه ليه بقى يناشد هو الاتحاد الافريقي عشان يحاول يجيب موافقه. طبعا الاتحاد الافريقي حلق له، الاتحاد الدولي حلق له ها ونفض له وما ايه ما ردش عليه اصلا. تمام. كلكم فاكرين من يومين ثلاثه ممدوح عباس ها لما طلع بوست وقال لك ما ينفعش المطوشه بتاعت الدوري تطلع بره مصر، وانا مستاء وانا مش موافق وانا 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 وانا. الزمالك زي ما هو هيكش ويرجع من غضب تركي آل الشيخ ليقول لهم هاتوا الفلوس، برضه كش ورجع ولبى طلب ممدوح عباس عشان ممدوح عباس هو اللي بيصرف. ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده، قلت لكم يا جماعه اي واحد بيصرف عايز تبقى ليه الكلمه العليا، وده حاصل في الزمالك. اللي بيتحكم في الزمالك اللي بيصرف، الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ ايمن ممدوح عباس بتاع مستشفى الناس، هم دول اللي بيصرفوا ويتبرعوا لنادي الزمالك، فعشان كده كلمتهم هي اللي تمشي. مش عايزين المطوشه تخرج بره، يبقى احنا لازم نطلع نقول الزمالك ما وافقش، الزمالك مش موافق، وهو الزمالك مدي موافقه من قبل الاهلي ما يقول احنا موافقين. الزمالك والراجل قال لك اهو الزمالك لو الفيفا قال اوكي واحنا قلنا لهم خلاص الماتش في السعوديه اول ناس هيبقوا في الطياره يوم 15. تمام. فالناس موافقه ومرحبه،
فبيقول لك هي من البطوله ان انت تبقى موافق وتطلع تقول انا مش موافق انا مش عايز. يا باشا ده بيرضوا الاستاذ ممدوح عباس للحنفيه تتقفل، لان لسه جاي باتشيكو، غرامات باتشيكو وغرامات بطيب وشغلانه وهم ما يتلم في الزمالك وديون، فالناس مغلوبه على امرها. بس في ناس صليطه اللسان ها بتطلع تهترس في اوقات غير مظبوطه، زي المتحدث الرسمي اللي طلع قال لك احنا مش موافقين وعمل بوست وبعد ساعه اتشال. تمام، ادي يا جماعه القصه دايره كده، والزمالك كان موافق ومرحب، والراجل قال لك الزمالك هياخد مليون دولار في الماتشين، قال لك انا مش هقول فلوس الاهلي لان الاهلي ليه ظروف تانية. الظروف التانية ان طبعا الاهلي عمره ما هياخد زي الزمالك، الفريق الاول في افريقيا عمره ما هياخد زي الفريق التاني مثلا، فهي بتبقى كده ايه درجات عشان كل واحد يعرف قدره ايه. تمام، طالعين بقى على شوبير وده بيعمل فتنة، ده بيعمل فتنة ايه؟ الراجل اللي دخل معاه على الهوا ووضح الامور ان انتوا بتقولوا مش موافقين وعاملين فيها عنتر، وانتوا اصلا اللي موافقين ومرحبين وتمام التمام، وتلاقي كل واحد فيكم جهد شنطه من دلوقتي. ادي يا جماعه القصه، وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري. سلام عليكم.